بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. كلمات الوحدة الثانية للصف الثالث الثانوي. طبعا نشرح الوحدة كاملة إن شاء الله. أول كلمة معايا اللي هي كلمة مؤسسة أو منظمة، ودي ليها معاني كتير. هتنفع الاثنين، ممكن نقول association، ممكن نقول association، تمام؟ طيب association او association كده كده تساوي كلمة organization اللي هي منظمة، تمام؟ انت عندك company اللي هي شركة، طبعا دي هتبقى اصغر شوية من المؤسسة والمنظمة. association زي اللي كان عاملها الدكتور مجدي يعقوب، وزي اللي عملها الاستاذ الدكتور عبد التواب يوسف اللي هنتكلم عنه النهاردة. cultural معناها ثقافي، طبعا الاسم منها culture بس يعني ثقافة من غير الايه ال، وممكن احط اي دي واقول cultural ويبقى معناها مثقف. طيب انا بقى اللي عليا في الدرس cultural اختارها امتى بقى؟ لما يجي بعديها صفة، يعني اقول مثلا cultural man، cultural tour، جولة ثقافية كده يعني، تمام؟ فيجي لازم يجي بعديها اسم علشان اعتبرها هي صفة لي، تمام؟ بعدين discipline اللي هو انضباط، لو استخدمتها اسم، ولو استخدمتها فيرب هيبقى معناها يهذب او يضبط، تمام؟ عندي بقى كلمات من نفس الجنس ده عليا في درس النهارده برضو. كلمه اسمها strict اللي هي صارم او حازم، وعندي كمان كلمه serious اللي هي جاد يعني عنده جديه في التعامل. هنمسك الاولى اللي هي discipline اللي هي معايا اللي هي discipline دي. فديسيبلين دي تدي معنى obey rules، ان هو يطيع القواعد، يعني تدي معنى يطيع القواعد. اما strict دي معناها حازم او صارم، ممكن اوصف بيها شخص او اوصف بيها القواعد نفسها واقول strict rules معناها قواعد صارمة او قانون صارم او حازم. اما كلمة serious اللي هي جاد او مجد او خطير، دي معناها ان الشخص ده doesn't laugh، ما بيضحكش كتير، ما عندوش تهريج في الشغل، جاد عنده جدية يعني، تمام؟ بعدين fatherly، طبعا عارفين كلنا father يعني اب، fatherly that is the person who deals with people with kindly، اللي بيتعامل مع الناس بلطف ورقه كده، ابوي، تحس ان هو شخص ابوي يعني. owner معناها شرف او يشرف او يتشرف، تنفع اسم وفيرب برضو، ما بنطقش الاتش. importance الاسم نفسه اهميه، والصفه منها important اهميه، دي بقى يقول لي مثلا الاستاذ قال لنا على اهميه المراجعه، قال لنا على اهميه الحاجه دي كده يعني. influence طبعا كلمه مهمه جدا وليها برضو تاثير علينا احنا صعب. influence او influence الاثنين صح، طبعا معناها يؤثر على او ذو تاثير، ومعناها ذو نفوذ، يعني هو ذو نفوذ، يعني مثلا فلان يؤثر على الدولة عشان هو ليه نفوذ، يعني ليه قوة تاني بيأثر بيها على الحاجة. عندنا كلمة effective برضو معناها مؤثر، والاسم منها effect اللي هو تأثير، بس ده تأثير زي تأثير الدواء وكده، تمام؟ عندنا التالتة بتاعتهم كلمة اسمها impressive مؤثر بس مثير للإعجاب، حاجة مثيرة للإعجاب كده يعني، مؤثرة اللي يشوفها يتأثر بيها. عندنا affecting الأخيرة اللي هي معناها مثير للمشاعر، حاجة كده تحس بالشجن والمشاعر يعني. طيب low يعني طبقة، طبعا طبقة من الناس أو طبقة من طبقات الأرض تنفع. lecture محاضرة، وتنفع verb بمعنى يحاضر، ولو زودت لها R تبقى اسم فاعل بمعنى محاضر اللي بيدي محاضرات في الجامعة، lecturer. ministry وزارة، طبعا أقدر أقول بقى ministry of health وزارة الصحة، ministry of education وزارة التربية والتعليم كده يعني، فانت ايه وزارة كذا وبتجيب بعديها minister بس اللي هو الوزير القائم بأمر الوزارة. plan طبعا سهلة خالص اللي هي خطة، تنفع فعل بمعنى يخطط، ولو زودت لها اي تبقى طيارة، ولو زودت اي تي تبقى كوكب، ولو سبناها شلنا الان وحطينا تي تبقى بليت طبق. بوليتيكال ساينس علم السياسه نفسه بقى، ما انت عندك بوليتيك اللي هي سياسي اللي جايه من بوليس اللي هي السياسه، وبوليتيكال واجيب بعدها اسم بقى يبقى ايه حاجه سياسيه يعني، علم السياسه شخص سياسي كده. responsible اللي هي مسؤول، وتاخد بعدها for، اقول فلان is responsible for كذا، مسؤول عن كذا، تمام؟ تساوي in charge of اللي هي برضو مسؤول عن.
responsibility ده الاسم نفسه بقى اللي هي المسؤولية اللي تاخد قبلها has أو have، دي خدت قبلها am و is و are، أقول فلان is فلان يكون مسؤول. هنا بقى فلان has لديه المسؤولية عن كذا. سيمي سيركل نصف الدايرة، سيريوس بقى اللي أنا سيمي سيركل نصف الدايرة معروفة طبعا. سيريوس بقى اللي هي جد أو خطير اللي احنا اتكلمنا عنها وقلنا إن هو إيه doesn't love ما بيضحكش وكده، والاسم منها سيريوسنس. سايلنس الصمت اللي هي الصفة منها تحتها على طول سايلنت، حتى نقول خلي الموبايل سايلنت. سبويل بقى اللي هي يفسد، اللي انت تدي الطفل فلوس كتير عشان تفسد اخلاقه، يعني انت مش واخد بالك وعمال تدلعه وتدي له فلوس وبعدين ايه تفاجئ بقى بعدين ان هو ايه باظ من كتر الفلوس اللي انت بتديها له. استريكتد اللي احنا برضو شرحناها فوق مع ديسيبلين. اورد يعني منحه او جائزه، وطبعا دي اللي هي يمنح وساما يعني تدي على العلن، زي حد خد منحه في الجامعه، منحه في مثلا في وظيفه معينه بس على العلن يكرم يعني قدام الناس كلها. علشان في كلمه شبهها اسمها ريورد، دي معناها مكافاه يديها مثلا مدير المصنع ليه احد العمال وكده. في جائزه بقى انت بتاخدها على التفوق اللي هي كلمه برايز، يعني جائزه دي بتاخدها مقابل التفوق ليك او مقابل في الفصل وكده، حاجات كده يعني مع ايه مع الطلاب. كونتينيو طبعا فعل يعني يستمر، اللي جاي من كلمه كونتينوس مستمر. ديفايد يعني يقسم الحاجه لجزئين. في كلمه شير بقى اللي احنا عارفينها بتاعت الفيسبوك وكده، انك انت ايه تقسم لاجزاء كتير. ديفيجن ده قسم او تقسيم. ايرن يعني يكسب، طبعا ايرن ماني يكسب فلوس، او ايرن ليفنج يكسب قوته معيشه يعني. في وين بقى اللي انتوا عارفينها يفوز بماتش ومباراه وكاس والكلام ده كله. وفي جين اللي هي يكسب معلومه او خبره او يكسب معرفه او يزداد في الوزن والسرعه كده يعني اللي هي جين. واخيرا بيت اللي هي شخص يهزم شخص او فريق يهزم فريق. ايفنت يعني حدث عام، حدث عام عموما. في كلمه اسمها اوكيجن مناسبه، المناسبه طبعا غير الحدث، غير انيفرساري اللي هتقابلنا الذكرى السنويه هتقابلنا في الوحده السابعه وهنفرق بين ده كله. للاسف كل كلمه ليها اخواتها اللي هم ايه في فرق في المعنى بس بينهم بسيط يعني. جرو اب طبعا جرو يعني يزرع، اما جرو اب يعني ينمو او يكبر او يترعرع. انترفيور الشخص المحاور اللي هو ايه اللي هو بيسال اللي هو بيسال يعني. اما الشخص اللي بيتسال اسمه انترفيوي اللي هو بيتسال بقى من يجرى معه الحوار. تمام. لايف يعني الحياه بشكل عام، يعني ممكن اقول ايه لايف الحياه is full of difficulties، الحياه مملوءه بالصعاب، بتكلم على الحياه بوجه عام. اما لو ضفت لها اداه يبقى انا خصصت، يعني ممكن اقول ذا لايف اوف علي، حياه علي is كذا، يبقى انا كده بتكلم عن حياه علي بوجه خاص مش حياه الناس كلها. ماجازين بقى مجله معروفه. نيم تنفع اسم وفعل، يسمي او اسم. بلاي تنفع حاجات كتيره بقى، يعزف يلعب مسرحيه آلة لعبه كده يعني. سيت اب طبعا معناها يؤسس او ينشئ، وتيجي قدام كلمه اسوسيشن اللي احنا قلنا عليها مؤسسه او منظمه، تيجي قدامها دي. سكسسفول طبعا انت عارف ان كلمه سكسس يعني نجاح، وسكسيد ينجح، وسكسسفول الصفه اللي هي شخص ناجح. انيوجوال غير معتاد. الفعل اتشيف ينجز او يحقق، وطبعا الاسم منها اتشيفمنت انجاز. لو قال لي بقى مثلا ايه في الترجمه حققت الدوله انجازات عظيمه، طب ما هي حققت هي انجازات، يحقق يعني اتشيف وانجازات يعني اتشيفمنت. هقول انا بقى اتشيف اتشيفمنت؟ لا، هتقول ميك اتشيفمنت، يعني هتديها الفعل ميك تدي معنى يحقق انجازات، يعني تاخد قبلها. تمام. سيركل اللي هي دائره، وتنفع فعل بمعنى يدور دائره بقى. كوميونيكيت اللي هي يتواصل، وتاخد حرف الجر ويز بعدها، كوميونيكيت ويز شخص يتواصل مع شخص. وينفع اقول كوميونيكيت ان واجيب بعدها لغه، يتواصل بالانجلش يتواصل بالعربي حسب اللغه اللي هتجيبها. وطبعا في بقى اللي هي كونتاكت اللي هي يتصل بشخص مباشره، وفي كونكت اللي هي يوصل بقى حاجه بحاجه. تمام. كوميونيكيشن ده الاسم، كونفرسيشن دي محادثه، ديزاين تصميم، ديسكشن مناقشه والفعل بتاعها ديسكس يناقش. دريم يعني يحلم، وتاخد اوف وبعد اوف تاخد فيرب اي ان جي، دريم اوف اي ان جي او دريم اباوت اي ان جي برضه. وطبعا تنفع اسم بمعنى حلم. انكارج يعني يشجع، تاخد بعدها مفعول وتو والمصدر ما يفاصل. انكارج دي مين يشجعني؟ تو دو كذا، تو دو هوم ورك، تو ستادي، تو اي حاجه بقى. فريش طازج او حديث، حاجه نقيه كده يعني لسه. جنتل كده، واد جنتل حلو كده لطيف. جول طبعا هدف في الحياه او كده. هيد تيتشر مدرس اول. انترودكشن مقدمه. انتروديوس الفعل نفسه. انسباير مهم جدا، فعل مهم عندي، يلهم او يوحي او يحس يعني. انسبايرنج هنا استخدمتها كاسم فاعل، ملهم ملهم.
الاسم نفسه بقى انسبيريشن، الهام او تحفيز. ليفل مستوى عموما ناتشرال طبيعي، نيتشر بس الطبيعه. بينتينجز اللي هي الرسومات اللي بتتحط بقى على الحيطه وبتتعلق واللوح وكده اسمها بينتينجز. بريبير يعد او يجهز، تمشي مع زي ارانج يرتب وكده. كواليتيز صفات شخص او صفات شيء معين. ريلايز يدرك اللي هي يفهم الحاجه مرحله الادراك قبل مرحله الفهم. ستيب خطوه، ستيب باي ستيب خطوه بخطوه. تيك بارت يشارك، طبعا تساوي بارت دي يشارك بقى في الحدث او يشارك في لعبه غير بقى اللي هي هناك بقى. ورم دافئ طبعا هنا صفه. ورن يحذر، صفه بقى شبهها بس صفه بمعنى يحذر. وري اللي هي يقلق او ياسف. كلمات كريتيكال ثينكينج، اك يعني الم او يؤلم، هنتكلم عنها بالتفصيل في الوحده الخامسه لما نوصل لها ان شاء الله الكلام كله عليها. امونج يعني بين اكثر من اثنين، يعني عشان انت عندك بتوين، بتوين بين حاجتين بين كذا وكذا، اما امونج بقى بين الفصل بين المجموعه بين اكثر من اثنين. شات انك انت تدردش معروفه. كومبير يقارن، تاخد ويز وتو. كومبير ويز يقارن شخص، يقارن ويز شيء بشيء. اما يقارن كومبير تو يقارن شخص تي بمعنى يشبه بقى لو خد التو. ديماند بمعنى طلب او يطلب او امر. بعدين فانكشن يعني وظيفه او مهمه. ليست يعني قائمه وتاخد قبلها ميك. بيبر يعني ورق. بيبر طبعا في كلمه شبهها اسمها بيبر اللي هو الفلفل. بارتنر اللي هو شريك. فريس عباره او شبه جمله اللي عارفينها بالعربي طبعا. بروبلم مشكله وتاخد ويز. ريكومند يرشح او يوصي وتاخد بعدها الفيرب اي ان جي او ممكن تاخد ذات والمصدر. سامري يعني ملخص او تلخيص لحاجه. ورث وايل يعني يستحق او جدير بالاهتمام. ابرود بالخارج طبعا انك انت تسافر بره، يعني تساوي كلمه اسمها اوفر سيز عبر البحار او بالخارج برضه. وخد بالك من كلمه برود بس من غير الايه، معناها عريض، برود يعني عريض. اما لو بدلت الار وحطيتها في اخر الجمله وقلت بورد، يعني حطيت الار قبل الدي تبقى سبوره. ولو قلت بورد يبقى على متن السفينه او على متن الطائره. اركيولوجيست عالم اثار اللي هو بيدرس هيستوريك تاريخ. اركيولوجي ده العلم نفسه بقى. بيهيف يعني يتصرف وبيهيفير سلوك. تشيس اللي هو لعبه الشطرنج. كوين عمله معدنيه. فلوس يعني ديسايد يقرر. تاخد تو المصدر او تاخد اون والاسم. ديسايد تو كذا، ديسايد اون ويجيب الاسم. ديسيجن القرار نفسها وتاخد ميك قبلها. سبيشالي يعني خصوصا او خاصه او على وجه الخصوص. هوبي هوايه. ماتيريال ماده خام. براكتس ممارسه او تمرين الاسم هنا، اما لو هقول يمارس فعل يبقى هقلب السي لاس. تراست يعني يثق فيه او ثقه برضو. سنسبل حساس، حد عاقل كده حكيم، حكيم يعني بيعرف يدير الامور. سيميلار تاخد تو بعدها، متشابه او مشابه لي. تور يعني جوله سياحيه. التركيز على الايديومز بتاعت الاسيشن بقى اللي هي مثلا الفوكس اون فوكابولري، التركيز على الكلمات اللي هي زي كده. دي عباره عن اورجنايزيشن قلنا للناس اللي هم بيعملوا فيها اهتماماتهم. كلتشر ثقافي اللي هو متعلق بالفن والموسيقى والادب. الديسيبلين اللي هو يهذب او يدرب على النظام، انك تعلم واحد ان هو يطيع القوانين، قلنا دايما معاها كلمه اوبي رولز يعني يطيع القوانين. او كنترول بيهيفير يتحكم في سلوك. فازرلي الشخص اللي هو تيبيكال كايند عطوف يعني كونسرنت فاز اب كده مهتم. اونر سمثينج ذات ميكس يو فيل حاجه تشعر بالبراود بالفخر والسعاده، يبقى انت كده عندك شرف يعني متشرف بالحاجه دي. امبورتانس اهميه ذا كواليتي اوف بينج امبورتانت اللي هي اللي هي اللي هي الجوده، انك انت يعني ايه لكونك مهم يعني الاهميه بتاعت الحاجه. انفلونسد ان هو عنده افكت عنده تاثير، الطريقه اللي هي سام وان سمثينج بياثر شخص على حد زي ما قلنا قوي زي نفوذ يعني. لا يرى الطبقه بقى سيفرال ليفلز المستوقات من الديفرنت ماتيريالز المواد الخام ذات ار ذا توب، وممكن تبقى القمه وممكن تبقى القاع. ليكشارد حاضرة يعني استخدمها فعل ماضي هنا. توك دي تو اتكلم مع جروبه من الناس يعني. مينستري اللي هي الجفرمنت ديبارتمنت قسم من اقسام الحكومه. بلين الخطه او يخطط يفكر في حاجه بقى لسه ايه هيعملها عايز يعملها او كيف هيعملها. البوليتيكال ساينس علم السياسه دراسه الافكار والنشاطات اللي متعلقه بكيف الدوله تحكم. ريسبونسبل فور مسؤول اللي هو سنسب العقل والحكيم اللي هو اوبل تو بي تراستد يعني ايه قادر على ان يثق فيه. السيمي سيركل بقى الجروب ارانجد ان ا كيرفد لاين يعني واقفين في نص دايره نص خط يعني. سيريوس بقى اللي هو دازنت لاف ما بيضحكش، جوك ما بيقولش نكت، شغله كله جاد. سايلنس
يسكت او يصمت حد يعني make someone stop، يخلي واحد يقف بقى giving their opinions يدي اراءه. سبويل بقى انك انت تسيب الطفل بقى يتدلع وياخد فلوس ويصرف مش عارف ايه، وده نتيجة ان هو ايه يتصرف بطريقة سيئة. strict صارم making sure that people always obey rules، ده بقى يأكد ان الناس ايه بتتابع القوانين. الفريسس التعبيرات بقى مع الاكسبريشنز والايديومز، طبعا conduct a survey اللي هي احصائية تاخد دو، او conduct اللي هي يجري دراسة، دو a project تمشي مع المشروع، go on a tour يقوم بجولة، have health problems لديه مشكلات، have the owner لديه الشرف، have a successful future لديه مستقبل ناجح، in fact في الحقيقة او في الواقع، سوي indeed، keep fit قديم كله، make هي دي اللي مهمة دي، يجيب مفعول هنا ويقول worthwhile، يخلي الشركة جديرة بالاهتمام، يخلي شخص جدير بالاهتمام كده يعني، make sure قريبة، show respect يظهر الاحترام اللي احنا اخدناها الوحدة اللي فاتت وقلنا عليها respectful، take turns اللي هي يتناوب الادوار، compare with اللي لسه متكلمين عليها اللي هي يقارن بي او يقارن بينه، dream of about برضو قلناها، happen to يحدث لي، help with ماشي، learn about ماشي، lecture at ماشي، كله ده سهل، look forward to يتطلع عليه وتاخد بعدها الـ ing، responsible for قلناها مسؤول عن، work for يعمل لدى، work with يعمل مع شخص، worried about قلق بشأن، write about يكتب عن، seeing years ده موضوع السنين يعني هي مش موضوع امتحان بس للمعرفة، يعني ان مثلا 2018 اقراها 2018 او ممكن اقسمها واقول 20 وحديها و 18 وحديها، كل الارقام كده يعني. هنا بقى بيقول لي بعض الكلمات تستخدم كاسم وفعل بمعاني متشابهة بنفس النطق والهجاء، منها ايك ألم وتنفع فعل بمعنى يؤلم، chat دردشة ويدردش، face وجه ويواجه، break يكسر وراحة، demand طلب ويطلب، plan خطة ويخطط، وجاب لي أمثلة على الكلام ده. السفكس ده اللي هو اللاحقات اللي هي تضاف إلى نهاية الكلمات لتحولها إلى أسماء، فمثلا confident واثق، confidence ثقة، different مختلف صفة، difference اسم اختلاف، important مهم، importance أهمية، influential مؤثر ذو نفوذ، influence تأثير أو نفوذ، intelligent ذكاء، intelligence ذكاء الكلمة والاسم عشان تبقى عارف الفرق، يعني ان طبعا دي صفة يكون قبلها موز وار، دي يكون قبلها هاف وهاز، ان هي تستخدم كاسم يعني فلان لديه الحق. event حدث بشكل عام زي ما اتفقنا، حدث عام، قال لي شيق، وغالبا بيبقى في اجتماع الناس يعني زي مثلا احتفاليه وكده. singing of the peace treaty بالنسبه للغناء بتاع معاهده السلام، كان historic event حدث تاريخي. اما incident دي، incident ده حدث في مسرحيه، حدث في فيلم، حدث في قصه، حدث عابر يعني، several violent incidents at football matches كده بيتكلم على حدث في حاجه يعني. اما accident طبعا ده الحادث بقى اللي هي الحادثه اللي بتحصل في طريق او كده، والعياذ بالله يبقى فيها اضرار واصابات. تمام، قلنا هنضيف عليه occasion اللي هي مناسبه anniversary ان شاء الله ناخدهم في الوحده السابعه. لايف بقى اتكلمنا عنها، قلنا دي الحياه بشكل عام ما بتتجمعش، كثيرا من الناس يعتقد ان الحياه هي سباق من الذي يفوز. اما لايف الحياه من نوع خاص يسبقها اداه نكره، فبقول بقى ايه the operation العمليه enabled the wounded مكنت الجندي الجريح ان هو ليد يحيا او يقود a normal life يعني يرجع حياه طبيعيه. اما the life بقى اللي هجيب معاها شخص بقى the life of علي، the life of منى، the life of ويليام شكسبير. communicate و contact و connect شرحناهم طبعا، دي تواصل تاخد with او in، لو جه شخص او جت لغه ياخد in، contact بقى انك انت تتصل بحد بالتليفون او تعمل صوت معين، اما بقى كونكت انك انت توصل حاجه بالثانيه او توصل سلكتين ببعض وكده. ريكومند وادفايس طبعا يرشح او يوصي، ريكومند بقى تاخد بعدها فيربا ان جي او تاخد بعدها فاعل وبعد الفاعل ذاته المصدر، كان يريكومند مي ا جود ريستورانت، يرشح يعني يحببني في الحاجه. اما ادفايس بينصح بقى، عايز تعمل اعمل، مش عايز تعمل ما تعملش. ديسايد برضو اتكلمنا عنها الحصه اللي فاتت، والحصه دي قلنا اون لو جه بعدها اسم، وتو لو جه بعدها مصدر، واداني امثله على الكلام ده، وذات لو جه بعدها جمله، وكله يقرر، دي هيبقى بس معناها يحدد بتاعه الاون، تمام، اللي هي الاولى دي. سنسبل والسنسيتيف، سنسبل حساس، يعطي او يقدم الحكيم الحكم السليمه يعني، تمام، بيقول لي باي يعني هو شخص ممكن اوصفه ان هو حكيم برضو، باي سنسبل، بي سنسبل، كن حكيم يعني خليك فاهم، ما تخبطش في الناس وخلاص. You can't go out، مش هينفع تخرج وزا وتأكود بدون المعطف، الجو برد كده يعني، فخليك عاقل، خليك فاهم.
اما السنسيتيف ده بقى اللي هو يفهم مشاعر الناس ومشاكلهم، اللي هو ايه يعني، يعرف ده زعلان امتى ويعرف ده سعيد امتى ويعرف ده كده يعني. It made me much more sensitive to the needs of the disabled، خلاني يعني مرهف الاحساس تجاه هؤلاء المحتاجين او المعاقين. برضو دول اتكلمنا عنهم، ابرود في الخارج وابورد على متن السفينه، وبرود بس معناها واسع او عريض. هنا بقى جاب لي تمارين على الجمل دي، فبيقول لي الافريكان كاب اوف نيشنز، كاس الامم الافريقيه، واحد من الميجر سبورتنج عايز ايفنتس هنا بقى، لان قلنا حدث في اجتماع عموما، اما ده بتاع الحادثه الاصابه ودي اللي هي حادثه فيلم ولعيبه والاكسسوارز. لا الدكتور نقط السويمنج، الدكتور نقط السويمنج از ذا بيست اكسرسايز فور مي، يبقى الدكتور بقى ايه بقى ادفايزد السويمنج. لا احنا قلنا بتاخد اي ان جي ريكومند، يبقى ريكومند عشان تاخد اي ان جي، والثلاثه بيقعدوا طول مصدر. جوينينج ذا يونيفرستي، كونك هتلتحق بالجامعه، وذا موست نقط ديسيجن، يبقى ده هنا قرار ايه حكيم ولا قرار حساس ومرهف طبعا سنسور. ونيفر ترافلد ابرود، عمرنا ما سافرنا الخارج. تمام، لو بصينا لنص الاستماع وحبينا نطلع منه الكلمات، الراجل المحاور بيقول ناس كتيره كبر جرول اب ريدنج، نامت في قراءه الكتب يعني بتاعت عبد التواب يوسف. في الحقيقه اي هاف جاست فينيشد، استخدم مضارع تام هاف وجاست في النص وتصريف ثالث. وان اوف هيز بوكس، انا خلصت واحد من كتابه كان اسمه ماي فازر، والدي مدرس مصري. ويز مي توداي، ومعايا النهارده مستر عبد العزيز، دي ميسز ميسز عبد العزيز مراته يعني، شي هاز ريتن، عشان كده قال شي، كتبت، استخدم مضارع تام برضو هاز وتصريف ثالث، كتبت بوك كتاب about عن why the writer became so successful، ليه الكاتب بيصبح ناجحا او كيف يصبح الكاتب ناجحا. So Mrs. عبد العزيز دي بقى was Mr. Yusuf from Cairo، كانت بتتكلم عن يوسف اللي هو مستر اللي هو بنشرحه يعني، اللي هو عبد التواب يوسف من القاهره. المس عبد العزيز ده بتقول no he wasn't although he lived a lot of his life there، على الرغم من ان كان عبد التواب يوسف عاش معظم حياته في القاهره، بس هو ما كانش من القاهره. عبد التواب يوسف اتولد في 28 في قريه قريبه من بني سويف، لما كان اتشايلد طفل هي لافد تو ريد، لاف المفروض تاخد اي ان جي تمام، او تاخد طول مصدر، مفيش فرق في المعنى بقى تمام، فرق بسيط. لذلك هنا جاب لي لافد رايتنج، خلي بالك هشرح لك حلو قوي. هي لافد تو ريد تشيلدرنز بوكس and also loved writing، وحب الكتابه، يبقى هو بيحب الكتابه بالاستمرار يعني، دايما بيحب يكتب في اي وقت، لكن لفته المصدر حابب دلوقتي يعني ان هو يقرا قصص الاطفال يعني، دي حبه قليل لكن دي حب على الدوام الاي ان جي، لكن تاخد الاثنين بدون اختلاف في المعنى. Did he go to the university، هل هو راح الجامعه؟ قالت لها ايوه في 45 طبعا، ستارت تاخد اي ان جي بعديها، بدا الاستادينج بوليتيكال ساينس ات كايرو يونيفرستي، في جامعه القاهره. He graduated in 1950 and then worked for the Egyptian ministry. والراجل اشتغل في الـ Egyptian ministry، الوزارة المصرية بتاعة الـ education التعليم. But 6 months later، وبعد 6 شهور مات والده. That must have been a difficult time for him. ده كان وقت صعب عليه ان هو ايه توفى والده يعني. كلامك صح. He wanted to live، وانتو تاخدوه المصدر بعدها، اراد ان يعيش in Cairo with his mother، مع والده. Live with، يعيش مع شخص. And his three younger sisters، واخواته الصغيرين الثلاثة. His uncles اعمامه didn't think this، ما حبوش الموضوع ده، هو ما كانوا ما اعتقدوش ان دي فكرة حلوة ان هو يسافر يعني. But he wanted to earn enough money، قلنا earn تيجي مع money او تيجي مع leaving، هو كان عاوز يكسب فلوس. To send his sisters، عشان يرسل اخواته to school، للمدرسة يعلمهم يعني، send فلان to school يعلمه. Which was unusual at the time، حاجة غير عادية في الوقت ده ان هو تعليم البنات وكده. الراجل بيسألها بقى امتى بدأ الكتابة؟ قالت ما بدأش فور من يير، سنوات كتيرة، مستر يوسف مارد اتجوز يعني، وفي سنة 56 كان عندهم 3 أطفال، وهو سيت أب، دي اللي مهمة بقى، سيت أب تشيلدرنز كالتشرال أسوسيشن، قلنا لازم يجي بعدها اسم بقى عشان تبقى إيه المؤسسة الثقافية سنة كذا تمام، وسيت أب بالفعل جه قبلها. بعدين هي ترافلد تو ميني كانتريز، سافر بلاد كتيرة to study children's culture، عشان يدرس او عشان يدرس ثقافات الاطفال في مختلف انحاء العالم. But he didn't start the writing، لم يبدا الكتابه until حتى عام 1975. What happened then؟ ايه اللي حصل بعد كده؟ طبعا قالت له في 75 بدا كتابه قصص اطفال للراديو وللتلفزيون، والقصص دي كانت very successful، ناجحه جدا.
كمان هي ستارتد بدأ ان هو رايت، يعني امال يقول هو ستارتد رايتنج وستارتد تو رايت بدون اختلاف في المعنى. النوفلز والبومز والمسرحيات بقى يكتب روايات ويكتب قصائد ويكتب مسرحيات عن الايفنتس الامبورتنت الاحداث المهمه والبيبول في العالم. يعني هي وان فاز ميني اوردز منح اللي احنا قلنا عليها بقى، يبقى الفعل وان يفوز او فاز الماضي منها وان تيجي مع كلمه اوردز المنح فور هيز رايتنج الكتابه. طب هل الكتب بتاعته كانت مشهوره في مصر؟ قال لها لا، سينس هي بيكيم منذ ان، يبقى سينس يجي بعدها ماضي بسيط، سينس هي بيكيم ماضي بسيط او يبقى سينس يجي بعدها ماضي بسيط، مش دعوه باللي قبلها بقى، اللي قبلها لسه نشرحها. منذ ان كان مشهورا في مصر بيبول هاف ترانسليتد مضارع تام بقى، يبقى عايز يقول ان سينس ماضي بسيط والناحيه الثانيه مضارع تام، او ممكن مضارع تام يجي قبلها. الناس ترجمت الكتب بتاعته اني انتو من لانجويجز، يبقى الفعل ترانسليت يترجم ياخد انتو بعدها، ترجم الى لغات كثيره including مشتملا على او متضمنا انجلش وفرنش وتشاينا. عبد التواب يوسف ترافلد الوت تو، سفر كتير ايضا. وفي 85 ريتشارد حاضر ادى محاضرات في جامعه في امريكا وعن الرايتنج، عن كتابه الاطفال وكده، وعن امبورتنس اوف عربيك ليتشو، عن اهميه الادب العربي. مات في 2015 يعني قريب، وكان على عمر 87 سنه. الكتب بتاعته انفلانس اثرت جدا في الاطفال لسنوات كتيره. فبيقول بقى ايام مش عارف ايه، مش باين الحته الاخيره تشيلدرن ويل كونتينيو تو انجوي، يستمر بقى ايه الكتب بتاعته في المستقبل. وثانك يو خلصنا الريدنج بقى اللي هي القصه اللي هو كتبها. والدي هو مدرس لغه انجليزي، مدرس مصري. فبيقول بقى فور اول ذوز هو هاف هاد ذا اونر اوف بينج كولد تيتشر، لكل هؤلاء الذين ينالون الشرف المدرسون. فطبعا استخدم هو هاف هاد مضارع تام كالعاده، هنشرحه ان شاء الله بالتفصيل. ذا هيد تيتشر المدرس ريلايزد ادرك ذات ذا يانج تيتشر ان المدرس ووز وريد اباوت، وريد تاخد بعدها اباوت قلق بشان هيز فيرست ليسون الدرس الاول في المدرسه. دونت وري ما تقلقش، يو هاف اول ذا كويشن تو بي ا جود تيتشر، انت ممكن تسال الاسئله اللي كلها تخليك ايه جود تيتشر يعني. You are very natural with the students. أول حاجة خليك natural كده طبيعي مع students. You are serious وفي نفس الوقت لازم تبقى serious، ما تضحكش ما تنكتش. And responsible مسؤول، مسؤول عن شغلك. Warm إحساسك يكون حار كده، but strict بس صارم وحازم. That is what I have learned about you in the short time you have been here. ده اللي اتعلمته في الوقت القصير اللي أنت فيه هنا. You will need to discipline the students. انت محتاج تضبطهم، يبقى هنا استخدامها كفعل لان جت need to المصدر. تضبط اسلوب التلاميذ، but you will be fatherly and gentle. في نفس الوقت لازم تكون ابوي وتكون لطيف معهم. Do you think هل تعتقد؟ So هل تعتقد ذلك؟ I have always prepared، يبقى هو استخدم always مع المضارع التام عادي بقى. انا دايما prepared بجهز my lessons الدروس بتاعتي كويس. I give myself goals، بحط لنفسي اهداف وخطط علشان how to achieve them، ازاي احقق الاهداف والخطط دي. I plan، انا خططت an introduction مقدمه and then use steps وبعدين خطوات للدرس. And I like to use، وانا حابب ان انا استخدم البينتينجز الرسومات والبيكشر والصور. That is good، قالوا ده كويس. You have come، مطلع تام برضه عمال يستخدمه. With fresh ideas، انت افكارك كويسه خالص. Answered the head، جاوب يعني رئيس العمل. I believe that teacher، انا اعتقد ان المدرس mustn't silence his students، لا يجب ان يسكتهم اثناء الشرح، يعني لازم يكون في نقاش. He must inspire them and encourage them to communicate and to take part in conversations، لازم يلهمهم ويحفزهم ويشجعهم ان هم يتكلموا معه ويتواصلوا معه اثناء المحادثات. You don't want to spoil the students، ما تدللهمش، ما تدلعش الطلبة بتوعك. warned بيحذر، اوعى تدلعهم. I will not، لا مش هعمل كده. We should encourage them، يجب ان نشجعهم. to encourage مفعول to المصدر، نشجعهم around the class حوالين الفصل بقى. We use to change the design، لازم نغير الديزاين التصميم بتاع الكلاس روم الفصل. if there is a discussion، لو في مناقشة نجيب مثلا الشاطرين من هنا والبنات من هنا والصبيان من هنا ونغير بقى اسلوب القعدة يعني. كان سيتي ان سيركل، ممكن نقعد في دايره او ممكن نقعد في سيمي سيركل، يعني ممكن نقعد كدايره او كنصف دايره. الحاجه الجميله بقى اللي بيعملوها، بيقول احنا ممكن ناخد الفصل ونطلع بره نقعد تحت الشجر في الملعب ونشرح الدرس برضه. تمام، انا اتمنى لك حظ سعيد مع اول درس بكره. الهيد تيتشر ليفت هيم سابو دريمينج اباوت، يحلم بيه هيز نيو لايف، حياته الجديده كمدرس يعني.
He believed اعتقد ذات الجوب ان الوظيفه بتاعته was the most important job اهم وظيفه في العالم. He was society's engineer مهندس مجتمع. Helping to build يساعد ان يبني. A teacher is like the layers of the earth زيه زي طبقات الارض يعني. Whatever level you reach الى المستوى اللي انت هتوصل له يعني. You can dig deeper ممكن تحفر اعمق زي ما تحفر يعني. المدرس هو الايه؟ هو اللي هو كل حاجه يعني. Find more layers كل ما تلاقي عنده طبقات اكتر واكتر زي ريتشارد زين اكتر من اللي قبلها يعني. His was the best job كانت افضل وظيفه في العالم تمام. طيب هنا بقى بيقول لي notes on some sentence ملاحظات على الجمل. وين استخدم بعدها ماضي بسيط وبعدين ماضي بسيط شرحناه الحصه اللي فاتت الكلام خلصان بتاعه. هنا بيشرح كلمه including متضمن استخدمها بمعنى هنا كحرف بمعنى بما فيه عشان في الترجمه يعني الناس ترجمت كتبه الى لغات كثيره بما فيها الانجليزي عشان لما تجيلك كلمه بما فيه تنفع اللي هي ايه مشتملا على كده يعني. بعدين هنا كلمه but اللي استخدمها اختصار الجمله بعد but وكانت في الاصل ايه but you are strict صفه يعني زيها زي and warm and كذا warm but كذا فهو ما بيجيبش الجمله كامله جاب الصفه بس. لاحظ استخدام الفعل اللي يدري بمعنى يعرف او يدرك هي بعينها برضو سهله كلمه whatever بمعنى مهما عارفينها. طيب تمام لما نيجي نجاوب على الشرح اللي احنا شرحناه مستر يوسف سيت اب سيت اب اتفقنا اول ما نشوفها بنختار على طول كلمه اسيشن اللي هي مؤسسه او منظمه اكوموديشن معناها الاقامه او وسائل الاقامه انفيتيشن يعني دعوه وامبورتيشن ده استيراد مش معناه خالص. عليس جراند فازر جد علي وزا دكتور كان دكتور and later فيما بعد worked for the نقط of health اشتغل في ايه of health اشتغل في قسم الصحة برضو سيكشن ودي قطاع الصحة قسم الصحة شركة الصحة وزارة الصحة طبعا ministry اللي هي وزارة الصحة. The teacher told us الأستاذ قال لنا about the نقط of revising before exams طبعا importance أهمية المراجعة قبل الامتحان ولا important اللي هي صفة ولا import بس ولا importation طبعا الاسم نفسه لأن importation لأ فهتبقى إيه هتبقى ال importance يعني زي importation اللي فوق الاثنين دول اختراعات إنجليزية. The tourists السياح went on a نقط tour جولة راحوا جولة ثقافية بيزوروا بقى كل المواقع الاثريه فعايز كلمه ثقافيه بقى كالتشر ولا كالتشرلد ولا كالتشرال ولا كالتل طبعا وضحنا احنا الفرق بين الثلاثه دول الرابع مش معناه خالص يبقى هناخد كالتشر عشان نجيب عليها اسم اللي هي تور جوله. ذا ماي هيستوري تيشر مدرس التاريخ نقط ماي ديسيجن تو بيكام ا تيشر تو عايز يقول الراجل ايه دخل قسم التاريخ عشان يبقى مدرس ايضا فطبعا هنبقى راجل انفلانسد اللي جت في امتحان العام الماضي انفلانسد تاثر بقراره ان هو يصبح ايه مدرس ايضا او اثر فيه يعني اثر فيه جامد علشان كده عايز يبقى مدرس زيه. طيب بعدين منى's uncle عم منى is an expert خبير on science في العلوم and often not at university الراجل بيدوا محاضرات في الجامعه طالما ان هو خبير. طيب بيدردش ولا بيبلغ ولا بيخبر ولا بيحاضر lectures يحاضر يدوا محاضرات. شكسبير بلايز المسرحيات بتاعت شكسبير have been very نقط many writers have used his ideas كتاب كتير اخذوا الافكار بتاعته يبقى الافكار بتاعته مؤثره ولا مجبره ولا في عندي اتنين مؤثرين هم الكلام عليهم يا ترى هي افكتيف ولا انفلانشال الاتنين صفات والاتنين معناهم مؤثر بس افكتنج دي مؤثر قلنا شرحناها في اول الفيديو وقلنا ان هي ايه ذو شجون يعني يؤثر في المشاعر وكده اما انفلانشال مؤثر ذو نفوذ قوي كده فطبعا هناخد هي التانية انفلانشال اللي هي مؤثر قوي او مؤثر ذو نفوذ. The football team فريق كرة القدم are playing with a lot of بيلعبوا بكثيرا من كذا. I think they are going to win اعتقد ان هم هيفوزوا بيلعبوا كثيرا من الايه؟ من الخوف ولا الثقة ولا الشبهة ولا الشك طبعا الكونفدنس اللي هي الثقة عشان كده معتقدين في الفوز. What is the نقط ان لا لا don't lose those forms ما تفقدش الصيغ دي they are very عشان هم بقى امبورت ولا امبورتد ولا امبورتنت ولا امبورتنس لا طبعا قلنا لما نلاقي ام وز وار يبقى شغلنا على الصفه امبورتنت. What is the نقط a meaning between هنا بقى ما هو يفرق ولا ما هو الفرق ولا هو ما هو الاختلاف انا عايز difference فين الاسم بقى الاخيره اللي اخرها سي اي اللي احنا قلنا عليها بتحول الصفه لاسم difference ما هو الفرق ما هو الاختلاف بين كذا وكذا.
يو نيد ا لوت اوف نقط تو بي جود ات تشيس. انت عايز ايه بقى؟ عايز انتليجنس ذكاء، ولا عايز حقنه، ولا عايز هزيمه، ولا عايز خطا؟ طبعا عايز انتليجنس ذكاء عشان تبقى كويس في الشطرنج. 11 يو نيد ا لوت اوف نقط تو بي جود ات تشيس. قلناها خلاص. اي ران 14 كيلومتر، جريت 10 كيلومتر امبارح. اند ناو ماي ليجز، دلوقتي عايز يقول رجلي بتعمل ايه يا ترى؟ بتتعالج ولا تلتئم للجروح، ولا بتألمه، ولا تريت يعامل او يعالج؟ طبعا رجليه طبعا ايه اكل اللي هي يؤلم. فون مي، اتصل بيا افتر سكول بعد المدرسه. اند وي كان هاف ا، ممكن ناخد ا نقط اباوت ذا ويك اند، ناخد سبيتش حوار، ولا شات دردشه، ولا ليكتشر محاضره، ولا بارتي حفله. اكيد هندردش مع بعض في نهايه الاسبوع، هنروح فين؟ يبقى هيعملوا شات مع بعضيهم. ليتس بلاي جيم ان ذا، خلينا نلعب لعبه في النقط بتوين ليسنز، بين الدروس، يبقى البريك الفسحه مش بارك بقى اللي هو اللحاء، ولا البريك الفرامل، ولا البريز النسيم، كل ده بعيد. احنا عايزين الايه؟ عايزين البريك الراحه او الفسحه. ذا تورستس، السياح، سات باي ذا بول، قعدوا جنب البول. اند نقط ذا صن، اند فقدوا، استخبوا، ظهروا، واجهوا طبعا واجهوا الشمس، فيزد. ذا تيتشر نقط تو نو، الاستاذ مش عارف امل ايه عشان يعرف ليه بقى الطلبه كانوا متاخرين كلهم. يبقى الراجل اكوايرد، اكواير يكتسب، ولا ديماند الطلب، ولا قال، ولا نصح؟ طبعا اكيد ديماند طلب منهم علشان يعرف هم ليه كلهم متاخرين. وي نقط تو جو تو جريس، عايزين نروح اليونان. فور ذا هوليدي، الاجازه نيكست يير، يبقى احنا بنتدرب، ولا احنا التين بيحضر، ولا احنا بلين بنخطط، ولا بنصمم؟ طبعا بنخطط عشان نروح بلين. عبد التواب يوسف، سنة 1950، وركت فور، اشتغل لي، عمل لي الايجيبشن مينستري اوف اديوكيشن. عبد التواب يوسف، وانت تو نقط انف ماني، ماني يبقى ايرن زي ما اتفقنا، ايرن بتيجي مع الماني، تمام. عبد التواب يوسف، وان ميني اووردز، فاز بمنح كتيره في الرايتنج، في الكتابه. ابوليتيشن، الشخص السياسي، شود ستادي، لازم يدرس ايه بقى ان اوردر تو بي سكسسفل، عشان يكون ناجح. طبعا عايز العلوم، السياسه، البوليتيكال ساينس. I think that a good teacher، اعتقد ان المدرس الجيد، shouldn't نقط the students all time، ما ينفعش يدلعهم بقى. لا، هنا جايب ما ينفعش، shouldn't يبقى silence، يسكتهم، يصمتهم طول الوقت، مش بقى يبدو ولا يشجعهم ولا يلهمهم ويوحيهم، ده بيجيب النفي يعني. ماري is an only child، هي الطفل الوحيده. but her parents، ولكن والديها، didn't really نقط here، they wanted her to have good morals، يبقى spoil عشان منفية برضو، ما بيفسدوش أخلاقها، ما بيدلعوهاش، ما بيدللوهاش، عايزينها تبقى عندها أخلاق كويسة. مدير الشركة بقى سيريوس أند ستريكت، أكيد طالما جاب سيريوس يعني ما بيضحكش، ستريكت يبقى حازم وصارم مع العمال، ما بيسمحش بالأخطاء. It's a good idea، فكرة حلوة للتيتشر تو نقط هيز ستودنتس، إن يعمل إيه للتلاميذ بتوعه؟ إن كلاس، but he shouldn't be cruel، بس ما ينفعش يبقى قاسي. طبعا ديسيبلين، ما ينفع يضبط الفصل، بس ما يقصش عليهم، يعني مش ان هو ديبرس يمنعهم او يكئبهم، فرايتن يخيفهم، اوبرس يؤثر فيهم، كل ده بعيد. افتر ذا سنو ستورم، بعد العاصفه الثلجيه، الطريق كان متغطي بالسيك نقط اوف ايس، اكيد سيك لاير، طبقه من الثلج. ات نيرسري سكول، في مدرسه النيرسري، وي يوزد تو سيت ان ا، لازم نقعد فيه نقط. Around the teacher listening to her، يبقى قاعدين في السيمي سيركل، نصف دايرة كده، عاملين جولة أو نصف دايرة حوالين الإيه؟ حوالين التيتشر. Young men، الشباب، always receive، دايما بيستلموا نقط advice. But most of them، ولكن معظمهم، don't care، ما بيعتنيش. Fatherly، نصيحة أبوية، يعني أنت تلاقي الكبير والصغير يقول لك أنت في سنة كام؟ تقول له في ثالثة ثانوي، يقول لك طب يا ابني شد حيلك، طب يا ابني مش عارف ايه، هو ما يعرفكش او هو مش قريبك، بس بيديك ايه؟ فاذرلي ادفايس، نصيحه ابويه، بس انت ما بتهتمش بقى. اور هيد تيتشر، مدرسنا، از فيري نوت مان، هي دازنت ايفن سمايل، يبقى سيريس، ما بيضحكش الراجل، ما بيضحكش كده، لا سيريس جد. 30 اي ثينك اتس، اعتقد ان هو نقط تو ريبريزنت يور كانتري، يمثل بلدك ان ذا اولمبيكس. اونر، شرف بقى انك تمثل مصر، انت رايح كده معاك علم مصر، يبقى ده شرف ليك. بيشنس، الصبر، اند هارد وركينج، والعمل الجاد، ار تو اوف ذا موست امبورتنت نقط. كواليتيز طبعا اللي هي صفات او سمات، لا دي كوانتيتيز كميات، سيرتيفيكيتس دي شهادات، بليفز معتقدات، يبقى هي الاولى كواليتيز صفات او سمات.
احمد از نقط فور، مسؤول عن الاعتناء بجده اللي هو عنده كبير في السن. طيب ريسبونسبل فور مسؤول عن، ولا ديزايرابل غير مرغوب به، ريزيلابل ريس ايه دي الاخيره، ريسبونسبل امال الاخيره الاولى ايه؟ اه لا دي الاولى ايرريسبونسبل اللي هي الغير مسؤول، لا يبقى هي لازم الاخيره مسؤول. خدتوا بالكم من نقطه مهمه جدا، ان انا وانا بحل دلوقتي جريت على الاولى لما انا ايه لمحتها كده على السريع ريسبونسبل مسؤول، بعدين لما بدات اقرا بقى الاختيارات فوجئت ان ريسبونسبل في الاخر، يبقى الاولى اللي انا مختارها غلط. فاهمين؟ يبقى انا بعمل ايه بقى، ان انا بركز على الاربع اختيارات، حتى لو انا حاسس ان دي الاجابه الصحيحه لا ركز في الاربعه، ممكن تلاقي واحده اقرب من اللي انت اخترتها. تمام. getting married is a great، كونك هتتجوز يبقى ده great ايه بقى، event، يبقى ده حدث عظيم في حياه اي شخص. تمام، مش حلقه ولا حادث في مسلسل ولا حادثه فيها ضرر واذى وجروح. This TV set should be، جهاز التلفزيون ده لازم يكون نقط، to the power of supply، متصل بقى، contacted يتصل بالتليفون ولا ايه، connected ايوه موصل بالكهرباء، tied مربوط، communicated طبعا لا. When my brother، لما اخويا traveled abroad، سفر الخارج، اي نقط، how much I like him، I informed بلغته انا وحشني قد ايه، educated علمته، recognized اتعرف على، realized ادركت ان بحبه قد ايه، طبعا اكيد هي realized ادركت انا بحبه قد ايه. I was shocked، اتصدمت، by the man's cruel، نقط، بقسوة الرجل ده، towards his family، تجاه اسرته، بالجهد القاسي ولا بالمظهر القاسي ولا بالسلوك القاسي ولا بالادب القاسي، طبعا اكيد behavior السلوك القاسي تجاه اسرته. 37 بيقول لي مستر ماجد، ده بتاع الكوره ده ولا ده كابتن ماجد، طب مستر ماجد نقط، قول his students عمل لكل الطلبه to do best they can do، طبعا encourage بيشجع بقى، بيشجع كل الطلبه تو تو المصدر يبذلوا قصارى جهدهم، تعبير حلو بتاع تو دو ذا بيست ان هم يبذلوا قصارى جهدهم. التيشر بتاعنا دايما هاز ا نقط واي، عنده طريقه كذا في التعامل مع المشاكل في الفصل، الطريقه بتاعته دي طريقه ايه بقى، عقلانيه او طريقه حكيمه او طريقه حساسه. طيب يا ترى سنس دي حاسه بره، وسنسيشن ده اختراع بره، هي يا اما سنسبل او سنسيتيف، واحنا وضحنا الفرق بين الاثنين. طبعا سنسبل عاقل او حكيم، مش متلهف في المشاعر وكده، لا عاقل عارف يحط الكلمه في مكانها. هي واز ا ليتل بوي، كان ولد صغير، بط هي نقط، از اف هي واز ادالت، بيهيفد اتصرف زي ما يكون راجل كبير، مش نام زي ما يكون راجل كبير ولا صرخ ولا جري. ماي نقط تو ليف سكول وين اي واز اونلي 15، يبقى هنا بقى ايه بقى، هيسيب المدرسه قراره لما كان، was the worst mistake، فعلا كان اكبر خطا في حياته، يبقى ده مش طموح ولا جهه وصول ولا مناقشه، يبقى هي decision قرار، قرار ان هو يسيب المدرسه في السن ده كان اكبر خطا ارتكبه في حياته. ذا تيتشر نقط ذا ستودنتس، المدرس عمل ايه للتلاميذ، نوت تو، نوت تو يبقى حذر بقى، ما يتكلموش اثناء التيست، يبقى warned حذرهم ما يتكلموش اثناء التيست. I hope this success، اتمنى ان النجاح ده، will not you to great efforts، inspire على طول، يلهم او يوحي ان هو يحفزك على في مجهودات اعظم يعني. طبعا بول يسحب وconsider conspire واسبير كل ده بره. الشركه او منتجات الشركه دي عضويه، as they use only بيستخدموا نقط، ingredients مكونات، يبقى بيستخدموا مكونات natural طبيعية، مش national قومية بقى ولا أجنبية ولا صناعية، لا natural طبيعية. you will never عمرك ما نقط، you will never عايزين مصدر، very much in you if you don't work hard، achieve بقى، يبقى انت مش هتنجز ولا هتحقق حاجة كويسة طالما ما اشتغلتش بجد. ودي جملة في صلب الموضوع لطلاب الثانوية العامة، صدقوني عمرك ما هتنجز حاجة لو ما لم تعمل بجد، يعني سيبك من أي حاجة في حياتك واعمل بجد، عايزة تعب وتروح درس في مكان بعيد مش مشكلة اتعب هتلاقي، عايزة مصاريف وهتضحي عليك وما تجيبش لبس وما تجيبش مش عارف ايه وهتصرف على الدروس برضو اتعب هتلاقي، كل يا اخوانا تعب ليه تعب، كل تعب قصدي ليه مقابل، فانت لازم تلاقي مقابل لو تعبت، اللي تعب اكتر منك المقابل اكتر منك. What do you want to be when you not up? Grow up. لما تكبر بقى عايز تبقى ايه؟ The company، الشركة، supplies building، المبنى، نقط، such as bricks وسيم، اسمنت وطوب وكده، يبقى دي مكونات طعام ولا ولا ميتالز معادن ولا ادوات ولا ماتيريالز مواد خام، طبعا مواد خام. Most of the southern Arabian countries، معظم الدول الاوروبية
هبقى نقط عندها نقط كلايمت، عندها مناخ كذا، هوت في الصيف وكولد في الوينتر، يبقى ده المناخ ده ايه؟ سيميلر، متشابه، ولا كوريوس فضولي يعني، ولا مثلج، ولا مختلف؟ طبعا اكيد متشابه طالما كده ثابته الحاجات يعني. هوز نقط از هوز ريسبونسابيلتي، هنا المسؤوليه بقى، مسؤوليه مين دي اللي يتاكد ان الاطفال بيوصلوا بامان للمدرسه؟ يبقى هنا مش عايز الـ الصفه، مش عايز اسم الفاعل، عاوز الاسم نفسه، ريسبونسابيلتي، مسؤوليه مين ان يعمل كذا. وي وير توت، احنا اتعلمنا ان احنا نقط ريسبكت فور، يبقى شو؟ نظهر الاحترام للناس الكبار. نقط از ذا ستادي اوف انشنت سوسايتيز، هي دراسه المجتمعات القديمه، التي يبقى بيتكلم على الاركيولوجي على طول. قبل ما اكمل الجمله بقى، طالما دراسه مجتمعات قديمه وكده بيتكلم على علم الاثار. محمد از وان اوف ماي اولدست فريندز، واحد من اصحابي القدامى. اي نوت هيم كومبليتلي، اي تراست، طالما من اصحابي القدامى يبقى انا بثق فيه جدا، مش بشك فيه وبشتبه فيه. ذس ويب سايت، الموقع ده، يوزد تو نوت ذا ريزلتس، بيستخدم علشان يعمل ايه؟ ليست ولا لاست، يستمر ولا ان ليست اللي هي، ولا ان رول اللي هو يدرك اسمه؟ طبعا هي ليست، ان هو يدون او يعنون يعني، يقوم او يعمل قوائم للنتائج يعني بتاعت المباريات كده وفي الجداول وكده يعني. ماي كازن، ابن عمي، از امبيشس، طموح، اند اولويز دريمز. احنا قلنا دريم، قلنا دريم تاخد اوف او اباوت، تمام. طيب هو جايب مين فيهم بقى؟ جايب اوف، يبقى الاجابه اوف. بعدين الاجابه اوف. We need a lot of نقط and creative ideas، عايزين افكار ابداعيه وافكار كذا عشان نحل كل مشاكلنا. افكار فريش، جاهزه يعني، ولا فاجيو، ولا تراديشنال، تقليديه، ولا لا، يبقى ايه؟ يبقى فريش بقى، تمام. كل الطلبه كانوا نقط تيرنز، يبقى تيك تيرنز، ده تعبير على بعضيه معناه يتناوب او يتداول الادوار. ساينتستس ار فيري وريد اباوت، احنا قلنا بقى وريد تاخد ايه؟ اباوت. ذا فيمس سينجر، المطرب الفيمس ده، الفيمس از جوينج اون ا، رايح نقط، از سام اريبيان كانتريز فور مانس، يبقى رايح ايه؟ رايح تور، جوله، ولا جوله استكشافيه، ولا رايح مكوك فضائي، ولا رايح حفله بتاع ده اكسكيفيشن، تنقيب وكده. طبعا رايح تور، جوله. بلوشن، التلوث، نقط، هاف ريزن، ارتفع، يبقى هنا ليفلز، مستويات التلوث ارتفعت بشكل كبير. ماي سون از وركينج، ابني بيعمل هارد بجد تو اتشيف هيز، عشان يحقق ايه؟ يحقق الجول، هدفه ان هو يبقى دكتور. اكيد كلكم كده. ذا هيد تيتشر اسكد ذا نيو تيتشر، الموجه او المدير المدرسه سال المدرس تو بلان، ان هو يخطط ذا نقط اوف ذا ليسونز ويل. ستيبس بقى، مش ستوبس، لا، فين بقى هي؟ ستيبس، خطوات الدرس جيدا. يو ويل اندرستاند ذيس بارت اوف ذا بوك، هتفهم الجزء ده من الكتاب، اف يو ريد، لو انت قريت ذا نوت فيرست، لو انت قريت الانترودكشن، المقدمه، تمام. سوش بقى الاعجاب بالفيديو، لايك، اشتراك، شير الفيديو على الناس اللي انتوا عارفينها، زمايلكم معاهم نفس الكتاب. هنحل الكتب تاني على الجروب السري، بالتوفيق للجميع. شكرا، السلام عليكم.